نصل إلى الفقرة الأخيرة من السيناء الريو التحاليل الاستوديو التحليلي لما يمكن أن يحدث بعد ساعات. هذا اليوم 30 يونيو، مصر المحروسة وشعبها عند مفترق طرق تاريخي. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمر هذا اليوم دون يعني أن تحدث قطرة أو تسقط قطرة دماء واحدة لأي مواطن من المواطنين المصريين. حرمة الدماء تنطبق على كل مواطن مصري، لا يوجد دم من فصيلة ودم من فصيلة أخرى. كل من هو على هذه الأرض مواطن له كافة الحقوق وعليه كل الواجبات. معنا في الاستوديو سيادة اللواء سامح سيف اليزل والدكتور عمرو حمزاوي. قبل الاستراحة كنا نناقش مجموعة من الاحتمالات التي حاولنا أن نتخيلها لصورة ما يمكن أن يحدث في خلال أيام. كان الاحتمال الخامس كما نرى الشاشة، احنا قلنا أن هم خمس احتمالات. الاحتمال الأول تظاهر سلمي دون عنف، الاحتمال الثاني تظاهر سلمي مع اضطرابات محدودة، الاحتمال الثالث تظاهر سلمي فيه غلبة عددية لجماعة الإخوان، الاحتمال الرابع تظاهر سلمي فيه غلبة عددية لحركة التمرد، أو الاحتمال سيناريو الكابوس وهو مصادمات دموية بين الطرفين لا قدر الله لممتدة لعدة أيام أو أسابيع. سيادة اللواء، الاحتمال سيناريو الكابوس هل تعتقد أنه وارد؟ أنا هنا بكلمك بشكل طبيب الذي يعالج مريض مش بالأمنيات يعني. تمام. أعتقد هذا وارد، ولكن ما يطمئن في هذا السيناريو أو هذا الاحتمال أن القوات المسلحة المصرية تعلم هذا، وأن القوات المسلحة المصرية أعلنت أنها ترفض المساس بالمصريين أو دماء المصريين، وبالتالي إذا ما بدأنا في هذا السيناريو أو إذا دخلنا في هذا الاتجاه أو هذا الخط، أعتقد أن القوات المسلحة سيكون لها كلمة هامة جدا في هذا الشأن. طيب هنيجي للنقطة دي، ورأيك في هذا الاحتمال وارد؟ نظريا وارد، لكي نبتعد عن ثلاثة محددات. المحدد الأول هو الأعداد الكبيرة، الحشود الكبيرة مطمئنة، وبالتالي الدعوة لكل مقتنع بضرورة الانتخابات المبكرة أو بضرورة إنهاء رئاسة فاشلة أو بأي أمر آخر أن يتظاهر بسلمية. العدد الكبير مطمئن أو معارض أو معارض، أنا أقول أو مقتنع أو أو أو, أو 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 مقتنع بأمر آخر. أعداد كبيرة يبقى معناها أي عدد. نعم. الأمر الثاني تأكيد الأطراف المختلفة في حالة سيولة، نعم، لكن هناك في أطراف رئيسية، حملات ومبادرات ومجموعات وأحزاب وطائرات وجبهات، تأكيد الجميع، أعتقد على الجميع خاصة الحشد في ربع العدوية أن ينتج خطابا صريحا يدين العنف ويبتعد عن العنف اللفظي والمادي. الطرف الآخر الذي يتهم في رأي زورا بأنه وراء العنف تبرأ من العنف أكثر من مرة، من حملة التمرد إلى الجبهة إلى أحزابها إلى إلى إلى. المحدد الثالث والأخير هو الرهان يا عماد، تماما كما في ثورة 25 على كل مواطنة وكل مواطن مصري مؤمن ومؤمنة بعدالة القضية، بعدالة المطلب إنهاء رئاسة فاشلة أو بالمطلب الآخر، إن السلمية هي مفتاح الوصول للمطلب العادل وليس التورط فرم. هذه محددات ثلاثة. طيب ماشي، أضيف نص كلمة في اللي قاله عمرو لأن كلام كويس، بس أنا عايز أضيف له حاجتين اتنين. الحاجة الأولى، لو المعارضين اللي في تحرير وفي الاتحادية عايزين ينجحوا عندهم طريقتين. الطريقة الأولى هو العدد الضخم اللي قال عليه عامر وأنا وافق تماما عليه. نمرة اتنين، الاستمرارية وليست التكاسل بعد فترة. يعني معنى ايه؟ أن نفس الأعداد تبقى موجودة لأيام طويلة، لأن احنا بنتكلم على أيام طويلة مش بنتكلم على يوم ولا يومين. وبالتالي الطرف الآخر يراهن على أن الناس دي روحها قصيرة، مش هيستمروا بالأعداد الكبيرة دي فترة طويلة، ويراهن على ذلك، وبالتالي تفشل هذه التجربة. النجاح الأعداد الكبيرة جدا تنزل واستمراريتها في الشارع لأيام طويلة مع إصرار على هذا. الشيء الآخر اللي هو سريع برضو في هذا الشأن، أن الناس ما تخافش تقول أن أنا أصلا ممكن ألاقي عنف، انزل وانت هتؤمن، يعني حتى الجيش هيبقى في ظهرك إن شاء الله ومش هيسمح بهذا العنف، فانزل وانت مطمئن. طيب نيجي بقى للنتائج المحتملة. هل في إجابة قاطعة؟ هل ممكن أي احتمال من هذه الاحتمالات يقنع طرفي الصراع الحكم والمعارضة إلى احتمال تسوية سياسية؟ رأيي أننا وصلنا إلى محطة لا بديل إلا الانتخابات الرئاسية المبكرة. الانتخابات الرئاسية المبكرة بمعنى إنهاء هذه الرئاسة الفاشلة في ظني أصبحت البديل الوحيد بعد كل العثرات الماضية. ده مطلب. أنا لا ليس مطلب، لا بواقعية. أنا بكلمك، بكلمك هل هذا ممكن أن يقنع؟ يعني هو مطلبي أولا، دعك من هذا. لا غير المطلب، غير الأمنيات.
غير الأمنيات وغير مطلبي. لا، أنا أعتقد بموضوعية شديدة أن الرئاسة أغلقت كافة الأبواب خاصة بعد الخطاب الأخير واستعداء قطاعات واسعة من المجتمع على خط الرجعة. لا يوجد خط رجعة، لا بد من الرحيل. احتمال تسوية سياسية لا ورد. لا، هذا الاحتمال ضعيف، غير موجود، مش ضعيف، أنا شايف أنه غير موجود خالص في ظل أي احتمال من الاحتمالات فات الخمسة. فات وقته تماما أعتقد هذا، فات حتى وقته. لو وصل الموضوع إلى مصادمات دموية عنيفة، أعتقد المصادمات الدموية العنيفة سيكون حلها حل واحد يعني، ولكن طيب يبقى نيجي الاحتمال الثاني. عماد عفوا، الانتخابات الرئاسية المبكرة تسوية سياسية، يعني لماذا لا ترى الانتخابات الرئاسية المبكرة باعتبارها تسوية سياسية؟ هي لن تمنع في الانتخابات المبكرة مشاركة حزب الحرية والعدالة مرة أخرى عبر مرشح، أو مشاركة أحزاب اليمين الديني مرة أخرى عبر مرشح، نعم، ولا يحجر أحد على اختيارات الناس. هي شكل من أشكال التسوية السياسية. أعتقد بعد كل ما حدث كل الحلول دون هذا، من حكومة لنائب عام لغير الغير، ولا زمن هذه الأمور، الانتخابات طيب. هي الحل. نيجي لاحتمال الحسم الأمني، وهنا احتمال الحسم الأمني بمعنى نزول القوات المسلحة. سؤال للسيادة اللواء، هل هذا وارد في أي احتمال من الاحتمالات؟ الحسم الأمني عن القوات المسلحة تنجز بحيث أنها تعمل انقلاب أو أنها تبقى في طرف علشان تهزم طرف آخر، أنا شايف أن هذا الكلام غير موجود. ولكن اللي أنا شايفه بوضوح شديد أن القوات المسلحة جادة جدا في تأمين الشعب المصري وتأمين. طب عند أي ظرف تنزل القوات المسلحة في حالة وضع قتالي، يعني وضع اشتباك، وضع منع قتال، وضع تستخدم فيه قوتها وأسلحتها؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى عندما يسقط ضحايا بعدد كبير من الأرواح المصريين، تزهق في الشارع ويقتل المصريين في الشارع بعدد كبير. نمرة اثنين، عندما نجد أن هناك هجوم شديد على الممتلكات العامة والخاصة، وفي محاولة للسطو على الممتلكات والتأثير على نقدر نقول الأماكن الهامة والحيوية في الدولة. ثالث حاجة، عندما يبدأ تكون لغة السلاح هي اللغة السائدة في الشارع حتى لو لم يستخدم، يعني نلاقي الناس كلها شايلة سلاح، والناس كلها بتهدد الشعب، والناس كلها 12 مليون حتة سلاح اللي احنا بنحذر بالضبط، نشوفهم في الشارع ونشوفهم الناس يعني مش بتتوعد وتهدد الشعب بيها حتى لو ما استخدمهاش. طيب دكتور عمرو، قدامك 30 ثانية، هل احتمال الفوضى المستمرة بمعنى الدولة الفاشلة أن نصبح لا قدر الله صومال أخرى أو أفغانستان أخرى وارد؟ المخرج نظريا وارد، المخرج منه هو التغيير السياسي بانتخابات مبكرة، لأن الدولة علامات فشلها أصبحت موجودة. ممكن أستخدم بقية الثواني في رسالة خارج المنهج إنجازة لي، هي رسالة طمأنة لكل مصرية ولكل مصري مسيحية ومسيحي أن يشاركوا، إن كانوا من يقتنعون بأن هذه رئاسة فاشلة وعليهم إنهائها، أن يشاركوا وألا يستجيبوا أبدا للتهديدات غير المقبولة التي صدرت اليوم وأمس وأول أمس من أماكن هم يعلمونها ونحن نعلمها جيدا، وهي غير مقبولة لأنها تعصب بحقوق المواطنة. هم شركاء في هذا الوطن لهم كامل الحق في التعبير. انهت هذه الحلقة، بشكر حضراتكم، وبنقول للسادة المشاهدين أنه غدا الساعة 11:45 نفس القناة في نفس التردد اللي هو 11488، وكذلك على التردد 10872 ترميز 27500 بمعدل تصحيح 3-4، سترون إن شاء الله الاستوديو التحليلي واستمرار متابعة هذا الحدث المهم الذي يمكن أن يقرر مصير مصر. ليحفظ الله مصر من كل سوء وتصبح على خير.